وكنت اشتغل على حالي اول شيء، بعدين حسيت اجا وقت انه لازم اقوي حالي اكثر. بلشت عملت دورات واخذت شهادات وبلشت بهالمجال. مواده لهذا الميك اب مختلفه تماما عن الميك اب العادي، مواد خصوصي وفراشي خصوصي، كل شيء يعني مختلف تماما عن الميك اب العادي. وبالميك اب العادي نحن بنقدر مثلا نبرز ملامح الواحد، بنطلع احلى شيء فيه. اما بالميك اب السينمائي اي كاركتر بباله للواحد نحن بنقدر نجسده على الوش، مثلا اي فكره ببالك او فيكي فورا خلص كل شيء ببالك بيطلع على الوش. فيكي كمان تقلبي الشخص 180 درجة، يعني كتير كتير شي مختلف عن الميك اب العادي. باخذ افكار من الانستغرام، بستوحي شو في لوكات، بلحق شو في ترند هالوين، يعني كذا هيك، يعني شو في ترند بلحقه. هذا الفن بالذات هو اسمه ميك اب سينمائي، بحس انه بده مثلا افلام سينما، كثير بيتطلب الافلام السينما كثير بتتطلب هيك نوع من الميك اب يعني. بس للاسف انه عنا السينما قليل والمسرح قليل، بقى مشان هيك الفرصه بحس شوي قليله هون، يعني بحس بدها برا اكثر من هون. اغلب العالم معي، بس اول ما بلشت كثير سمعت انتقادات تبع انه شو هالسخافه وشو ضيعت هالوقت وما له مستقبل. بس ما بيهمني بصراحه، لانه اللي عم يحبوا اكثر بكثير من هالتعليقات السلبيه. يعني اهلي ورفقاتي بصراحه هن اول داعمين الي، ومن وقت ما بلشت لهلا هن معي بكل خطوه، وبالعكس بشجعوني اكثر واكثر لحتى اطور حالي ان شاء الله. الاطفال الصغار بحس انه لسه شوي صعب، يعني بدها وقت اكثر، وان شاء الله عم اشتغل على هالشيء حتى اقدر اصير مدرب.